السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ايه ده؟ الحاج فواز الصياد بنفسه في بيتي النهارده عيد ولا ايه؟ بص البكاش بقى وحركات، انا مش جاي لك انت يا بكاش، انا جاي اطمن على صاحبي. الوقت فين؟ عايز اطمن عليه. هصححهولك حالا، اتفضلوا. ازيك يا زكي؟ ازيك يا صافي؟ ايه ده كله؟ يا عم شيل عني الاول وبعدين ابقى اسال. امسك. اهلا 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 وسهلا. ما شاء الله بيتك جميل يا صفوت. ربنا يخليك يا حاج. ايه ده؟ ما كانش ليه لازمه ابدا التعب ده كله يا حاج. ايه بقى الكلام الكبير ده يا عم صفوت؟ انت انا مال شكلك عجز كده ليه؟ انت اللي شباب على طول يا فواز. اهو في دي عنده حق يا حاج. ما احنا عارفين وهو اكبر مننا بكتير. يعني كان طبعا بس احنا مش عايزين نحسسه بده. ايوه ماشي يا حاج فواز، انا عارف انك بتهزر معايا عشان تخرجني من اللي انا فيه، بس الحقيقه فواز انا مش عارف اقول لك ايه على كل اللي انت عملته معايا. تقول لي ايه وتعد لي ايه يا عم صفوت؟ احنا قبل ما نكون اصحاب احنا والحمد لله اخوات، وربنا حاطط في قلوبنا احنا الاثنين محبه لبعض تخلينا نعمل اكتر من كده كمان. فأصر بقى وبلاش الكلام المتزوق ده، لان انا ما عملتش حاجه. الرزق بتاع ربنا، احنا يدوب اسباب. واعمل حسابك انا هحتاج لك قريب قوي. تحتاجني؟ تحتاجني انا في ايه؟ انت مش مدرس اول قد الدنيا؟ ايوه فواز. ايه عايزني ادي درس لحد من ولادك ولا حاجه؟ تدي درس لحد من ولادي؟ ايه الرقم ده؟ يا ابني انت هتدور مدرسه بحالها. هدور مدرسة؟ مدرسة ايه دي؟ صياد سكولز انترناشونال. بنساها بقى انا دايما عليك. انترناشونال. انترناشونال؟ انترناشونال ايه؟ انا مش فاهم حاجة. دوري يعني. دولي يا حاج. دولي. دولي؟ والله. فين يا ابني الواد؟ احنا عايزين نطمن على الواد. قوم شوف النبي يا صاحبي. اتفضل يا عم، اتفضل. يا رب يا ساتر. نورت البيت، اتفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. يا اهلا وسهلا يا حاج. ازيك يا حسنان؟ تسلم من كل راجل. لو قلت العم يجي يتغدى معانا النهارده بمناسبه مشروعي الجديد، وقفته جنبي لعمري ما هنساه طول عمري. جمايلك كترت علينا قوي يا حاج. اها مفيش جمايل بين الاهل يا حسنات وعمري ده بالذات في مقابل بيفوز بالظبط. تسلم وتعيش. هحضر الغدا. وبضغط انت يا عم مش بس لو تفرد وشها شويه تبقى زي الفل. معلش يا عم برضه شالت هم كتير لغايه ما تحب حته. والله يا ابني ما ادتش حد فرصه يشيل عنها. بس كويس قوي ان انا كويس زي ما انت بتقول، يمكن نقدر نعوض اللي راح. يا صفوت طول عمرك دودة كتب. ايوه يا سيدي، بس يا ريتها نفعت في حاجه يا عم فواز. اي حاجه قريتها او اتعلمتها لازم هيجي وقت وتنفعك. بص يا زكي، مش دي الصورة اللي اتصورتها في الاستوديو اللي قدام الجامعة؟ فاكر؟ ايوه. انت لسه عندك الصور دي؟ الصور دي زي الكتب، حتة مني ومن البيت، جزء من ذكريات حلوة عاشت معايا طول سنين الغربة. عارفين؟ الصور دي كانت بتهون عليا كتير قوي. الواحد كان شكله غريب برضه. كنا على طبيعتنا فواز، على طبيعتنا قبل الدنيا ما تلبسنا وشوشها الكتير. والله كانت ايام حلوة يا اخوانا. فاكر انت كنت عامل ازاي يا فواز؟ كنت اشقى واحد فينا، كنت مدوخ نص بنات الجامعه والنص الثاني بيشاور عقله. يا عم الحمد لله كان شقاوه وربنا تابع لنا منها الحمد لله. بس كانت احلى حاجه ان وشك وقتها كان بيضحك على طول زي الشوارع اللي كانت رايقه وشوش الناس اللي كانت بشوشه وبريئه قبل ما هرم الزمن يعلم عليهم ويسرق احلى ما فيهم. بص في الصوره كويس هتلاقي فواز، فواز بتاع زمان. حلو، فكرة هايلة. مين فيكم اللي قفشتها؟
انا يا اخويا وجريت على انهار عشان نشوف هنعمل ايه. وانا قلت مفيش غيرك هيحلها فجينا لك على طول. ابويا فين دلوقتي؟ استنى سجله على رقم 5. ادوس دوسه طويله يروح طالبه على طول بدل ما ادور بقى على شاطر يا اخويا ما شاء الله. يعني ايه يا اختي؟ حاجه كويسه. ايوه حاج. ايوه انت فين يا عم؟ فين؟ ازاي يعني؟ لا بس اصلها يعني حاجه غريبه شويه. طيب ومطول كمان ده ايه الرياضه ده؟ طيب خلاص خلص وكلمني. ماشي. السلام ورحمة الله وبركاته. لا حول ولا قوة إلا بالله. إيه يا أخويا ماله؟ أنت عارفة أبويا فين دلوقتي؟ فين؟ عند أمك. أمك؟ لا مؤاخذة يعني معزوم على الغدا. إزاي؟ مش عارف. أنا جات لي فكرة. إيه؟ إحنا نروح ونحط عليهم. لما هنتقابل هقلكم وين راح نشوف بعض. تمام يا كبير. لحظة واحدة. ايه ده؟ ده فواز هيكون عايزك في ايه؟ ده النهاردة اجازتنا. رد عليه بسرعة. الو؟ ايوه يا حاج. الحمد لله. لا ده انا في مشوار رفيع كده. ايه في مشكلة في الشغل ولا حاجة؟ لا شعبان معايا هنتقابل فين؟ امتى؟ طيب يا حاج خلاص. هنيجي وراك على طول. لا مش هنتأخر على طول. مع السلامة يا حاج. مع السلامة. ما قال لك شو بده؟ الراجل ده يا إما مجنون يا إما هتخلص يا تسوي في إيه؟ عايزنا أنا وأنت نقابله في بيتنا على الغدا. يا نهار أسود ده يكون حاسس بحاجة ولا حد شافنا؟ يا جماعة ما في داعي للتوتر، خليكم ريلاكس طبيعيين، روحوا شوفوا شو بده وساعتها هقلكم كيف تتصرفوا. ريلاكس؟ هي فيها ريلاكس؟ ليه كده يا دلال؟ حد زعلك في حاجة؟ ولا في مشكلة مضايقك هنا في الشغل؟ ولا عشان اتعصبت عليك شوية؟ لا حضرتك يعني هي أسباب كده عائلية يعني ما راح أحب أخليها لنفسي. على العموم براحتي يا دلال، كل واحد أضرب ظروفه. بس أنا صعبان عليا المدة اللي قضيتها معانا هنا، اتعلمت فيها كتير ومرتبك اللي زاد والناس اللي أخدت عليهم أخدوا عليك. معلش أنا برضو صعبان عليا بس أنا يعني عيشي واقف لحد هنا. عامة بايع حسابك اللي عندنا اهو، في اي وقت احتجت حاجة اعتبر المكان ده مكانك وربنا يكرمك في اللي هتعمليه. اتفضل. شكرا. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ايه جميل ليه تعمل؟ حرام ولا ايه؟ صدق حرامه. يلا بقى يا خالتي الاكل هيبرد. ملوخيه سخنه هي يا ولاد يلا اغرفوا وكلوا بالهنا والشفا. الله ايه الروائح الحلوه دي يا مرات عمي؟ مطرح ما يسر يمري يا حبيبي. عمتك راضيه عنك قوي. ربنا يستر ما تتحولش اصل بتروح وتيجي. انا مش عارفه اقول لكم انا مبسوطه قد ايه باللمه دي النهارده. هي الحاجه كده ما بتيجي فجاه بتبقى زي السكينه في الزبده. انا يا حاج بقى مش مصدق وداني لما كلمتني. لا قلت لي ايه؟ هنتقابل هنا كمان. يا سبحان الله يا سبحان الله. احنا قلنا ان فعلا في مصيبه. يا عم اعوذ بالله منك انت على طول كده. يا لا انا بحب اللمه اموت في اللمه نفسي بتتفتح على الاخر. يا سلام بالذات بقى ما عرفت ان ابويا الحاج سبقنا على هنا. عمرو اصل الصبر ما جه معاه فما رضيتش اكسر بخاطره. يكبر بخاطرك يا ابو الحاج. ده عمرو ده بيموت فيه وملوش سيرة غير سيرة عمه وطيبة عمه وشهامة عمه وقلب عمه وابن عمه ملوش حاجة الدنيا وما فيها يا سيدي الناس.
الاكل هيبرد يا حاج، مدوا ايديكوا بقى. مش هتنزل النغمه اللي انت قاعده وسطينا. لا لا انا هاكل بعدين. تاكلي بعدين ايه الكلام ده؟ تعالي اقعدي هنا. تعالي بقى اقعد فين؟ انت بتقعد هناك اهي. لا 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 خليك يا حاج مستريح، ده انا فرحانه باللمه الحلوه دي. خلي قلبك كبير يا حاج. قلبي ايه وبتاع ايه؟ يخرب بيت قلبي اللي كبرتوه لحد ما شاب. الله ما تمد ايدك يا ابو الحاج، انت مكسوف ولا ايه؟ مكسوف ده ايه؟ ده هو ما بيحبش غير اكل امه الله يرحمها واكل مرات عمي. يقول لي سبحان الله ده فوز فوله وتقسمت نصين. انا قلت كده يا فوز؟ يبقى بقى انت هتتكسف ولا ايه يا حاج؟ هو في حد غريب؟ حطي لابو الحاج منابه قدامه علشان باين عليه انه مكسوف. مكسوف؟ هيتكسف من ايه يا بنتي؟ ده بيته. كل يا حاج. مش واكل الا لما تقعدي معاكم. حاضر. يلا يا جماعه نسمي كده بسم الله في نفس واحد وندعي ربنا انه يديم علينا النعمه دي ويحفظها من الزوال ويديم المحبه اللي بينا ويقويها يا رب. امين. بسم الله الرحمن الرحيم. أنا قلت أكيد جاي من الشغل تعبان وما تغدتش. قمت عاملة لك لقمة بإيدي. لا ما أنا أصلي هستنى حياتنا الغدا سوا. قبل حياتك شكلها هتتأخر، وبعدين ما ينفعش تفضل قاعد كده من غير أكل. أقول لك على حاجة، مقمقة العين في الجرنان وأنت على لحم بطنك تدوخك وتتعب لك نظرك. هاتي الأكل يا سمر. يا رب أكلي يعجبها. الله، هي ليه ما عملتش الأكل النهاردة؟ ما لحقتش، هي دوب صحيت من النوم قامت نازلة على طوال. تحب أعمل لك حاجة تانية يا أستاذ علي؟ لا متشكر أوي. بقول لك يا سماح، انت كلت ولا لسه؟ الحمد لله. افصص لك؟ دمك يا عسل. بس الشاي تسلم ايدك يا حياه. تسلم ايدك يا حياه. اتفضل يا اخويا. بس احنا عايزين نشرب الشربات بقى. ليه؟ هو انت ناوي تتجوز تاني يا حاج؟ قول يا عاشر. في حاجة يا نهار؟ لا يا حاج مبروك يا اخويا مقدم. الله يبارك فيك يا حبيبي. يا حاج طب فهمنا بس شربات مين؟ بصريح العبارة كده وفي وسط اللمة والدفى اللي أنا حسيت بيه هنا طقت في نافوخي فكرة قلت الله. طب ما الفكرة دي تلم الشمل وتصفي النفوس وتوصل الود اللي قطعه الزمن. فكرة يا حاج شوقتنا. أنا أقول لك سلو عيلة الصياد على مر العصور والزمن. أبويا قشرة. أيوه. الست لما يموت جوزها اخوه اولى بيها. فانا جاي اطلب ايد مرات عمي لابويا ونلم عيش على امه الخير ونفرح بقى. استني يا اختي قبل ما تفرحي، عيشه مين يا قاري انت وابو الخير مين؟ وبعدين بقى انا من عيله الصياد عمري ما سمعت عن السلوي ده. اتقل بس انت امي تتجوز عمي؟ ده لا يمكن ابدا. ترى ايه يا جماعه؟ ما نسمع الكلام للاخر. يا ابن اصبر، انا نفسي اول ما سمعت الفكره في الاول اتخضيت. والنبي يابا اتخض. انما ما دورتها في دماغي لقيتها سليمه 100%. ازاي؟ اقول لك، ابويا راجل وحداني ومرات عمي ست وحدانيه وغلبانه ومنكسره وضعيفه، واحنا ولاد عم. صحيح كان بينا مشاكل لكن ربنا قدر انه يزيلها، والرسول عليه الصلاه والسلام قال ايه؟ ما تصلوا عليه. عليه افضل الصلاه والسلام. من استطاع منكم الباءة فليتزوج ومن لم يستطع فعليه بالصوم. وانا ابويا الحمد لله في استطاعته كتير وصام اكتر. يا عم انا عاوز اصوم، انت مالك؟ الصراحه يعني يا حاج انت ما بقتش حمل صيام ونشفان ريق. لا يا اختي الصيام صحه بدل ما يجيني حلو. ما تروق بقى الله يرضى عليك وسيبنا صباحك. اللهم شكلها عاجبك. هي الست ايه غير اكل هنيه تسري وتمري في البدن. ايه انت بتقول ايه يا حاج؟ ايه اللي انت بتقول؟ ايه في ايه يا اما متردده ليه؟ ده حلال وشرع ربنا. حد يجي له حلال لحد عنده ويقول له لا؟
ايوه بس الموضوع ده محتاج تفكير وهدوء في التراسينا. لا تسوي تفكير ايه تسوي؟ في حد هيخاف على امك زي عمك؟ الله يفتح عليك، احنا ولا نفكر ولا يحزنون، احنا نتوكل على الله ونقرا الفاتحه وتحت امرك يا تسوي من جنيه لاي رقم انت عايزه. ده الحاج منعم الصياد ومرات عمي حماتي يعني. بسم الله الرحمن الرحيم، نقرا الفاتحه يا جماعه. ايوه بس تقول لك بس صدق الله العظيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك. مبروك يا نهار. يبارك لك يا اخويا ان شاء الله ويتممها لك بخير. ومين هيتجوز مين يا ابني؟ لا جاي معاك الجوازة ده تسوي. عايزين نستر امك يا شعبان، مش احسن ما تهرب تتجوز من ورانا؟ اسكت يا شعبان. تهرب؟ يا نهار اسود. قلت لا اله الا الله. شكلك مش مبسوط. مين اللي قال كده؟ ده انا مبسوطه قوي، بس بصراحه كده يعني مش عارفه ما اخافش. ما اخافش من ايه؟ منك ومن جوازاتك الكتير. تاني الكلام ده؟ هو انا فيه عيب انت مش قابلاه؟ ما هي المصيبه يا اخويا ان انا مش شايفه منك غير اللي عاجبني وبس. الله. يعني الود واصل رايح جاي. وبعدين بقى الله 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 لا اله الا الله وسبحان الله. طب احنا عايزين ايه اكتر من كده؟ نكتب الكتاب وعلى البركه. النبي ما انا عارفه انت عملت فيا ايه. زي ما تكون خطفتني كده أو خليت نبدها تنده. على طول كده قلبي بيدق، حاسة إن أنا مرفرفة وروحي في السما. أنا مش عارفة أنت عملت فيا إيه في الفترة القصيرة دي. بسم الله ما شاء الله. ربك لما بيرضى على عبده يوم يعمل له إيه؟ يوم ينور له بصرته ويدله على السكه اللي منها يوصل لقلوب الناس، وكله بما يرضي الله. والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر. مبروك يا عروسه. بالرفاء والبرين والف مبروك. من قلبك؟ طب بالهنا والشفا يا رب. يا رب العالمين.
يا ألف مبروك. إنما إيه المزاج والدلع ده كله؟ أنا على طول معاك يا نهار ببقى مزاجي عالي قوي قوي قوي. يا أختي الكلمتين دول كانوا عايزين يتصوروا صوت وصورة وأفرجهم لجوز القرشانات اللي قاعدين لي بره دول. في مالك هو لجوز القرشانات دول؟ ده وقتهم دلوقتي. لا مش وقتهم. تعرف كل مرة ببقى في حضنك فيها بحس كأنها أول مرة. بأنوثتي معاك، بحب ضعفي معاك، بتمنى أعيش العمر كله تحت رجليك يا حبيبتي. يا نهار ده انت بقى اللي مزاجك عالي النهاردة. مش بقولك حتة منك. حاجة كده يا نهار كنت عايز اطلبها منك، لان انا عارف انها بايخة شوية. خير يا حاج؟ مالك؟ خير طبعا ان شاء الله. انت اتخضيتي ليه كده؟ مفيش حاجة. انا اصلي كل ما اجي اصلي الاقي نفسي اروح مصلي ركعتين شكر الاول. ليه؟ ليه؟ بحمد ربنا، بحمد ربنا على ان عندي زوجة ربنا رزقني بزوجة كاملة، عاقلة، حكيمة، مستوعبة، فهماني، حساني. بحمد ربنا. انت يا نار الكلام الحلو ده يا حاج. طبعا ده أقل حاجة أقولها لك. وعشان كده لما جيت أجوز أبويا فكرت في أمك، قلت أكيد أنا عايز إيه لأبويا؟ عايز واحدة ست عينينا تصون، طيبة، جدعة، تحس وتفهمه. قلت اكيد امها نار، لان فيكي منها وفيها منك. وقد كان. ربنا يخليك لي يا حاج. بس وبعدين؟ وبعدين كنت عايز منك ايه؟ كنت عايزك تفتحي الاوضه اللي تحت وتخلي زينب توضبها. الاوضه الرابعه اللي تحت ليه؟ اتجوزت؟ الحمد لله. مبروك. الله يبارك فيك. في حاجة يا نار؟ لا يا اخويا. انت الوحيدة اللي بتحسني. أكثر من وقت. لا هي يا بنت، أنا رأساكي. أنا مش هسكت زي كل مرة أبدا. طب هنعمل إيه يا سميحة؟ هنعمل مقلب تاني يا اختي؟ امال ايه؟ هنقف نتفرج حاطين ايدينا على خدنا؟ ما خلاص يا اختي اتجوزها يومين يا حبيبتي وهتلاقيها داخله عليكي زي القطر المستعجل. هو لحق يفوق من اللي فاتت علشان يجيب لنا واحده غيرها. طب عارفها امتى وفين دي؟ يا اختي بدل ما انت عماله تهري وتنكتي في روحك فكري شويه. نفكر في ايه؟ واحنا لسه هنفكر؟ احنا نقف قدامه ونعلن الحرب لو ما تراجعش. يا اختي توكسي عليكي. طب قولي لنا انت يا انهار يا عقله بتفكري في ايه؟ هنعمل لها حفلة استقبال الأول وبعد كده ربنا يفكها. حفلة استقبال؟ حفلة ملوكي؟ لا دي ملوكي ملوكي. أنا مش فاهمة أي حاجة. إحنا بقى دورنا عليك عشان يا أهلا يا أهلا. بس بالأول ممكن نتعرف على حضرتك وحضرته؟ مين بتكونوا يا أواتي؟
تقدر تقول كده ان احنا وسط خير بينك وبين ناس تقيله قوي يهمهم زيك انهم يخلصوا من فواز السياره. بس من حقي اعرف مين اني على الناس وليش اختاروني انا بالذات. الناس دي ليها رزق لقمه عيش معطلها من الصياد، تقدر تقول كده عليهم منافسينه في السوق. وخلونا ندور عليك لما عرفوا اللي بينك وبينه، ولما عرفوا كمان انك مالي ايدك قوي من ولاد عمه، وانك محروق منه على الاخر، وانك كمان بعت شقتك لسبب ده غير جوازه من بنتك وطلاقها منه. شو هيدا؟ عملتوا علي استخبارات ومخابرات وجبتوا قرار العيله وعرفتوا كل شيء. تسليم بيه اللي سكتهم واحده لازم يتلم. قلتلي شو سكتنا يا قواتي؟ وشو المطلوب مني؟ يعني انت محتاج لنا زي ما احنا محتاجين لك بالظبط. طيب انتوا محتاجين لي ليه؟ وانتوا بتقدروا عليه الناس تبعكم؟ مسيو سليم، الناس تبعنا ما ينفعش يظهروا في الصوره خالص. عشان كده هم اختاروك. ده ربط الكلام. هيك الشغل ابتدى. ماني توكس يا هويدي. وأعصر الطرق للوصول لإله هو أبوه. وبهالجوازة منكون عدينا كتير. أبوه صار بحضنكم وهو تحت عيونكم، وهيك حنعمل كل اللي بدنا إياه. تأخذنيش يعني يا باشا، أنت عايز تحقق اللي بدك إياه أنت مش اللي بدي إياه أنا. لك يا حبيب قلبي شو الفرق؟ ما إحنا كل واحد فينا بيدور على حقه. الحق ده يرجع بجواز ابوه من امي. على طاولة القمار يا ادمي الورقة منها بقيمة رقمها بل بقيمة احتياجك لإلها، واحنا دخلنا جيم ولازم نستفيد من كل ورقة توقع بايدنا. وكان ايه وبلاي ستيشن ايه؟ انا مش فاهم حاجة، عايز افهم. دي سوقي، ركز معي، انا عم بفتح مشروع كبير هون، بمجرد ما افتحه حتكون انت معي شريك مش عامل. مشروع؟ مشروع يا باشا؟ حلم منه واقف لي فيه غير فواز الصياد، ويوم ما يتحقق ما رح يكون في اسم للصياد بالسوق، وحنكون احنا ملوك السوق. يا ابن اللعيبة. يا باشا شوقتني، قولي هنعمل ايه؟ اعمل اللي بقلك عليه وبكرة بتعرف يا تسوقي. حرام عليكي نفسك يوم، انت لسه زي العمر، ما يغركيش حبة الشعر الأبيض اللي طلعوا بالغلط، ولا شوية الصحة اللي خسعوا سن. لكن العمر لسه قدامك، ليه عايزة تدفني نفسك في واحدة ملهاش طعم؟ مش المثل بيقول الحية بقى من الميت؟ خلاص ما تبصيش وراكي بقى، بصي قدامك ياما. صدقيني ده انت ضيعتي عمرك في شوية وهم فاضي ومشاكل، سبتي نفسك لكلام عيالك. وبعدين يا امه، وبعدين يا حسنات، اتفضل اتفضل يا حاج. ربنا يسعدك. انا قلت اجي اتكلم معاك بعيد عن دوشتي. اتفضل يا حاج، دقيقة واحدة مش هتأخر، هي دقيقة واحدة. خد راحتك. ليه عايزة تدفني نفسك في واحدة ملهاش طعم؟ مش المثل بيقول الحي بقى من الميت؟ خلاص ما تبصيش وراكي بقى، بصي قدامك ياما. صدقيني ما
بجد يا عم حقيقي ده احلى خبر سمعته في حياتي بجد. انت بتشتغلي اكيد بتشتغلي صح؟ بشتغلك ايه؟ بقول لك دفعنا التامين خلاص، يعني خلاص كلها كام اسبوع ابقى اهم راجل اعمال في الجامعه. طب وايه ده وعمك صالحته؟ مش كان في مشاكل ما بينكوا وبتاع؟ ما خلاص المشاكل اتحلت، وبعدين انت عارفه عمي اصلا هو بيحبني ونفسه يساعدني. كويس الحمد لله. انت عارفه يا دينا نفسي حلمي اللي انا اعرف ارد له الفلوس اللي هو اداها لي، يا رب بس يقدرني واقف على رجلي كده وارجعه. على فكره بجد يا عمرو انت تجنن في كل حاجه. انت عارفه انا مش عايزه اكتفي بموضوع الاكل والشرب اللي في الكافيتيريا دي. اساسا الكافيتيريا هيبقى فيها ايه تاني غير اكل وشرب وكده؟ يعني ممكن مثلا نجيب مكنه تصوير وتغليف كمان، ويا سلام بقى لو عرفنا نجيب مكنه كمبيوتر، اي بقى حد عايز يطبع حاجه في السريع ومستعجل نطبعها له وهكله بحسابه. طب مش تستنى كده لما الدنيا تشتغل شويه؟ ما هو عشان نشتغل لازم نبقى مختلفين عن اللي موجود. وفين الاختلاف بقى؟ اذا كان اصلا قدام الجامعه مفيش اكتر من الناس اللي عماله تصور وتطبع وتغلف، ما احنا مختلفين في ايه؟ يا هبله الاختلاف اللي احنا جوه. يعني مثلا لو واحد مستعجل وعايز يطبع حاجه هيطلع بره؟ لا يجي لنا، احنا بقى نظبطه بسندوتشات وعصاير وكده. انت ايه يا اخي؟ انا بحلم بس على قد. انا مش موافق على الجوازه دي ولا على لعب العيال اللي حصل. احنا ناس كبار ولازم نحسب الحكايه دي. ايوه هو كده بالظبط. اول ما تيجي هقول لها الكلمتين دول خبط لزق ونخلص بقى. خبر اسود بقى على اخر الزمن هتجوز حسنات. حسنات يا راحت فين بنت السيئه دي؟ لا مؤاخذة يا حاج إن كنت اتأخرت عليك شوية. تشرب إيه؟ أنا مش جاي عشان أشرب. إيه ده؟ معقول؟ خير يا حاج؟ في حاجة؟ لا أصل زي ما تقولي الوردة خلت عيني. عينيك هي اللي حلوة. قصدي لا مؤاخذة يعني تهيألي إن حضرتك يعني متلخبط شوية. لا أنت اللي اتبدلتي خالص. ها؟ تحب تشرب إيه؟ تحب تشرب قهوة؟ قهوة؟ أنا بقول نشرب شربات. أصل نفسي رايحاله قوي اليومين دول، ولا إيه؟ مش برضه شربت؟ وربي ما شربت شربت. لا يا حاج كتير قوي اللي انت جبته ده، وبعدين على فكره انا مجهزه نفسي من الابره للصاروخ، يعني كل ده ما كانش ليه اي لازمه. ما تبقيش حساسه كده، مفيش حاجه بتخسر، زياده الخير خيرين. انت شفت اصلا اللي بيجرالي؟ ما قلنا ما بنسلمش. الله احنا كتبنا الكتاب. اه صحيح. لا طالما بما يرضي الله نشوف. يا نهار ابيض ايه ده؟ فيه ليه كل ده؟ شفت ايدي بتترعش ازاي؟ كل ما احس ان الفرح خلاص ميعاده قرب اخاف قوي وقلبي يتخطف كده، وكمان تكشف جلدي. تكشف جلدك؟ اوعي تكشف جلدك ابدا، اعتبريها زي شكه الدبوس. ماشي ما انت خبره. لا اله الا الله، ما تخلينا ماشيين جنب الحيط. بقول لك ايه؟ مديني كده في الشنطة دي وقولي ايه رأيك. الله يا حاج دي ذوقها حلوة قوي، ربنا يخليك ليا وما يحرمنيش منك ابدا. بس والنبي كلفت نفسك، ده الحاجات كتيرة قوي. مفيش حاجة تغلى على مرات الحاج فواز الصياد، حط دي في دماغك. ها وبعدين الحمد لله احنا ربنا كرمنا قوي. ربنا يزيدك من نعيمه يا حاج ويسعدكم. يا اهلا وسهلا. يا اهلا وسهلا. اتفضلي يا حبيبتي. تعالي يا ست الحبايب. احنا كده بقى جاهزين، وبكره ان شاء الله نفرح هنا شويه. وقلبيك. لا شويه ايه بقى يا حاج؟ دي اول فرحتنا ولازم نفرح بيها. طب ما انا بقول نفرح هنا شويه. لا يا حاج شويه ايه؟ ده احنا عايزين فرح وهيصه وزفه تقلب الحاره. ما دام بما يرضي الله على البركه. ايه ده؟ يعني انت فعلا يا حاج موافق ان احنا نعمل فرح؟ من بكره الصبح هتلاقي الصوان منصوب في الحاره، والنشاره ماليه كل الارضيه، والكراسي مترصصه جنب بعضها، ناس وش بعض كده، والنور جاي في الحاره كلها من اولها لاخرها. وربنا يا رب يكملها علينا بالستر ويديم علينا النعمه. قولوا امين. امين. زغلوطه بقى.